بسياساتهم وزوجاتهم يبهرن العالم بأناقتهن إرشيلا لكاش وتفاصيل. ومع الأناقة نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة. ننتقل الآن إلى الزميل جوني تانيوس. تعود الشخصيات المسيحية المستقلة ضمن فريق 14 من أدار إلى الاجتماع اليوم في منزل النائب بطرس حرب لوضع خريطة إطار تصحيح أسس الشركة الوطنية. لجنة الانتخاب الفرعية تابع رحلة البحث عن قواسم مشتركة مستمرة لكن من دون نتيجة. تقرير دونيس رحم فخري. رئيس مجلس النواب نبيه بري قال للسفير مستعد للموافقة على انتخاب مجلس طائف يحرر مجلس النواب من أي توزيع طائفي بعد تشكيل مجلس الشيوخ، ولكن لا مانع لدي من صون المناصفة. واقترح بري أن تتم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن والتوازي. وكان بري بحث مع نائب سامي الجميل في قانون الانتخاب، وأعلن الجميل بعد اللقاء الكنيسة الأرثوذكسية تكرم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في موسكو. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يواصل لقاءاته في الرياض قبيل مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. قيادة سرية السجون تحبط محاولة هرب جماعية لسجناء فتح الإسلام من سجن رومي. بان كي مون ومفاده إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ينتقدان القوى الخارجية التي تسلح الحكومة والمعارضة. ونبيل العربي يعتبر أن لا بارقة أمل في نجاح مهمة الإبراهيمي، في حين قتل 30 شخصا بانفجار استهدف مبنى للجان الشعبية الموالية للنظام في محافظة حما. عشية ذكرى ثورة يناير الأمن غير ممسوك في مصر. هشام مهران والتفاصيل. والآن الصفحة الرياضية مع الزميل جورج سواتي. والآن الأحوال الجوية مع الزميلة أليم برومانا بهيلة. ختام النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.